إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك، صلوات الله وتسليماته وتبركاته عليه وعلى آل بيته الطاهرين. أما بعد، معاشر المسلمين، فأوصيكم بوصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله واعلموا إنكم إن اتقيتم الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، فجعل الله لكل شيء قدرا. معاشر المسلمين، أدخل في صلب الموضوع وأدخل في السؤال مباشرة: هل عتقنا من النار؟ أنا وإياكم في آخر أيام رمضان، هل تم العتق؟ هل تم القبول؟ هل قبلت الصلوات، الزكوات، تلاوة القرآن، الصيام، القيام؟ هل عتقت هذه الرقاب من النار؟ هل قبل الله جل وعلا الأعمال؟ هل كتبنا وإياكم من الناجين ومن الفائزين؟ هذا السؤال لا أظن أن مؤمنا إلا ويفكر فيه وينشغل به: هل قبلت صلاتي وعمرتي؟ هل قبل بري بوالدي؟ هل قبلت الختمة والختمتين والثلاث؟ هل قبل هذا القيام بين يدي العلام؟ وأنا وإياكم في صرح علمي، فلا بد أن نجعل الأمور بمقاييسها، وهذا من علم الغيب فهو حقيقة علمية، ولكن هل عتقنا؟ فإنه يبقى أمر نظري قيد الدراسة، لا يعلم العدل، ولكن لنجعلها معادلة. فماذا تتكون هذه المعادلة، معادلة العتق؟ ما هي أجزاؤها؟ معتوق وهو العبد، الفقير، المسكين، الدليل الذي يخطئ بالليل والنهار، الذي مهما سارع ومهما سابق فهو مقصر، وهو الذي يطلب العتق، هو الذي يرجو العتق ويريد يعتق منه، يريد أن يعتق من النار، يريد أن يعتق من نار تغضى، يريد أن يعتق من النار. قال الله جل وعلا عنها: إنها ترمي بشرر كالقصر. يريد أن يعتق من النار، أعده الله عز وجل لعباده المجرمين. فهذا العبد يطلب شيئا عظيما، يطلب الفكاك من النار، يطلب الخلاص من النار التي لها 70,000 زمام، يجر كل زمام منها 70,000 ملك. يا الله، ماذا عمل هذا العبد حتى ينال هذا العتق؟ هو يطلب أمرا عظيما، هو يرجو شيئا كبيرا، هو يرجو الفوز. يقول الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. فهذا العبد يرجو الفوز، ومع ذلك يرجو هذا الأمر من شيء عظيم وشيء كبير، ألا وهي النار. ولكن هذه النار من جهة العاتق فهي بشر. العاتق الله جل جلاله، الرحمن الرحيم، على العرش استوى، الكريم، الرحمن، المنان، لا يعبد شيء في الأرض ولا في السماء. فهذه ثلاثة عناصر: المعتوق والمعتوق منه، والعاتق وهو ركز على عقيدتنا في الله جل وعلا. أنا وإياك، ما هي عقيدتنا في الله سبحانه؟ ألا نؤمن أن الله هو الرحمن، وأنه هو الرحيم، وأنه كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أن رحمتي غلبت غضبي، أو في رواية سبقت غضبي، أنه اختار لي اسم الرحمة في كتابه الكريم في أكثر من موضع، يفتتح القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم، الرحمة صفة اشتق الله عز وجل منها اسمان: الرحمن والرحيم.
الله جل وعلا، فهو حديث طويل. ليس هذا المقام مقام بصرة، ولكن في هذه المعادلة يتم التركيز على اسم الله الرحمن، وعلى اسم الرحيم، وعلى اسم الكريم، وعلى اسم الحنان المنان. فكله أسماء تدل على لطف الله جل وعلا وعلى عنايته بهذا العبد المسكين. وهذا القرآن لا بد أن يكون للصائمين، للقائمين، لمن أقبل على الله جل وعلا. أما التخويف من عذاب الله جل وعلا فيكون هذا للغافلين الذين ذهبوا عن الله. انظر إلى أبينا آدم عليه السلام، أكل من الشجرة وكان قد منع منها، وقال الله عز وجل أنها معصية، فعصى آدم ربه فغوى. إذن هي معصية، ولكن فر آدم في الجنة هل خوفا من الله، خوفا من عذاب الله، خوفا من جحيم الله؟ قال الله جل وعلا أفرارا مني يا آدم؟ فماذا قال آدم؟ بل حياء منك وأنا وإياكم عشر مسكين إذ درجوا العتق من النيران. فإن تعويلنا واعتمادنا ليس على أعمالنا ولا على إخلاصنا ولا على صدقنا ولا على كثرة الأعمال، اعتمادنا على الرحمن الرحيم المتعال، ثقتنا بالله جل وعلا، ثقتنا بكرمه سبحانه، ثقتنا برحمته جل وعلا، ثقتنا أنه يحب ابن عباده الإقبال عليه، وأنه يريد أن يرحم. ورحمة الله جل وعلا لا يعجزها شيء. من الذي يحول بيني وبين رحمة الله؟ من الذي يحول بينك وبين أن يغفر الله لك؟ لا أحد. الرجل الذي قتل 99 نفسا لما ذهب إلى العالم يريد التوبة، قال له ومن الذي يحول بينك وبينها؟ ومن يحول بينك وبينها؟ أو من الذي يحول بينك وبينها؟ فالعبد إذا ما سارع في طاعة الله جل وعلا فلا بد أن يغلب على ظنه أن الله جل وعلا قد قبل منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وصححه والألباني رحمه الله: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فالعبد يرجو العتق ويرجو القبول ويرجو التوفيق، وأنه قد عتب لا بسبب إخلاصه ولا بثقته بأعماله، إنما ثقته بالله جل وعلا، ثقته برحمة الله جل وعلا، ثقته بكرمه سبحانه. أقول هذا القول وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة
أو جملة من الأعمال التي تحرم على صاحبها النار، أي تعتبه وتخلصه، وأثم جملة منها ولا يسع المقام لوصفها. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم وفي المتفق عليه بينهما وفي أكثر من صيغة وعند أكثر من صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله، وفي رواية من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالصا من قلبه صدقا من قلبه يبتغي بذلك وجه الله إلا حرمه الله، إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار، أو إلا حرمت عليه النار. فمن منا يقول لا إله إلا الله يبتغي شيئا من الدنيا، أو يخاف ملكا من الملوك، أو يرجو ثواب أحد، أو يرجو قرب ملك؟ من قال لا إله إلا الله وأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه حرمت عليه النار. فهذا عمل عظيم، أن تقبل على الله جل وعلا موحدا لا تشرك به شيئا، متوكلا عليه، لا تخاف إلا إياه، ولا تحكم إلا بشرعه، ولا ترضى إلا بحكمه، ولا تبتغي إلا ما عنده، ولا ترجو إلا ثوابه، ولا تخاف إلا عقابه. تشهد أن الله هو الخالق وهو الواحد وهو الأحد وهو الفرد وهو الصمد، وأن له الأسماء الحسنى، وأنك تدعوه ولا تذبح إلا له، ولا تصرف طاعة إلا له، وترتدي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، تلتزم ما أمر، وتجتنب ما نهى عنه وزجر، تعبد الله كما بين لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يدل على شهادتك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اضطرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار، من اضطرت قدمه في سبيل الله، فطوبى للمجاهدين، فطوبى لمن يدافعون عن هذا الدين. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم على النار كل قريب هين سهل، كل قريب من الناس يتواضع لهم وينبسط إليهم، هين أي أنه لا يغضب ولا يحاسب، سهل القرب منه، سهل التحدث معه، سهل الوصول إليه، لا يكون متكبرا ولا متجبرا. واعلم يا عبد الله أن هذه جملة من الأعمال ذكر الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبها يعتق من النار، والإنسان مع حسن ظنه بالله جل وعلا أنه قد حرمه الله على النار فلا ينبغي له أن يجعل النار في صدره نار الحب ونار الحسد أن تأكل قلبك وأن تنظر إلى ما عند الناس فتكون ممن بنى عمرانا ثم هدمه بنفسه. تعامل مع نفسك يا عبد الله أن الله جل وعلا قد قبل منك الأعمال، أفيليق بمن قد عتق من النار أن لا يصلي في دور جماعة؟ أيليق بمن عتق من النار أن يعق والديه؟ أيليق بمن عتق من النار أن يكون متكبرا متجبرا؟ أيليق بمن عتق من النار أن يعرض عن أمر الله جل وعلا؟ أقبل على الله جل وعلا إذا كانت التوبة تجب ما قبلها والأعمال الصالحة تزاحم السيئات فتنكرها. فثقتنا بالله جل وعلا وبكرمه وحسن لطفه وعفوه بعمده أن يغفر ويتجاوز ويعفو ويصفح. إذا كان عفو الله لنا في رمضان قبل أن نبدأ الصيام، قبل أن نشرع في العبادة، في مجرد تحديد إلى رمضان النظر متى ينتهي شوال؟ لو كانت المعاملة مع عبد من العبيد لقال احتاطوا وصوموا 30 من شعبان لعله يكون أول رمضان. أما ربنا جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأتموا الشهر. هل بدأنا بالعبادة؟ هل رأى الله جل وعلا من الإقبال؟ إذا كان هذا العفو قبل أن نشرع في الصيام، قبل أن نبدأ في القيام، فما بالك بعفو الله جل وعلا بعد العبادة، فما بالك بعفو الله جل وعلا بعد الإقبال عليه. ولذلك إذا نظرت إلى رحمة الله جل وعلا وأحسنت ظن بالله علمت لما دعا جبريل عليه السلام على من أدرك رمضان ولم يخبر له قل آمين يا محمد، فقلت آمين لأننا نتعامل مع الله ومع الرحمن ومع الرحيم. فظننا بالله جل وعلا أنه قد قبل منا. ألا صلى الله وسلم على من أمر بالصلاة والسلام عليه كما أمر ربه في محكم التنزيل من قبله: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم رب جبريل وميكائيل، فاطر السماوات والارض، منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب، اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى، اللهم يا من يمسك السماوات والارض لتزولا، يا من كل شيء هالك الا وجهه، اللهم يا من له الوجه الاعظم والاسم الاكرم، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، وادخلنا الجنه مع الابرار، اللهم ادخلنا الجنه على الأبرار، اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين ويا رب الأكرمين، سبحانك اللهم وبحمدك عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.